انا كنت عارف ان ابنك مش بتاع جواز اصلا وبيضحك على البنت، لكن طلعت انت كمان مالكش كلمه. جريا راضي، ما تخلي بالك من كلامك. امال انا كلامي ما فيهوش غلط وعندي حق. انا قلت لك 6 شهور وانت هوتني، بعد كده رحت الفضل تقول له مش هقدر، خليهم 2. والله بقى دي امكانياتنا، والواد زيه زي اي شاب لسه محتاج يكون نفسه، وانت طلباتك كتير، هتحتاج وقت مش اقل من 2 ويمكن اكتر كمان. يبقى بركه يا جامع انها جت منكم، وادي شبكتكم اهي، واعتبر ان الخطوبه اتفسخت. وحذر ابنك، لو قرب من بنت تاني هيبقى ليا تصرف يزعل. ما كانش ينفع فضل استنى اكتر من كده. ما انا قلت لك يا راضي ان ده غلط على سمعه البنت. ولا غلط ولا حاجه، هي مش اول واحده تتخطب مرتين وتفسخ، لسه نصيبها ما جاش. المهم انا مكبرك في الموضوع ده من الاول عشان الواد ابوه صاحبك، بس من هنا ورايح الواد ده لو قرب للبنت انا هكسر له رجله. واديني بشهدك اهو يا فضل عشان ما حدش يرجع يزعل مني في الاخر. ربنا ما يجيب زعل يا راضي. وبعدين انت مش محتاج تشهدني ولا تعمل لي خاطر عشان تدافع عن بنتك، وما دام اللي حصل حصل بقى يبقى من حقك يا راضي ما تخليش نادر يقرب للبنت. يا راضي سهى زي ما الاتنين ولادي، اللي ما قبلوش على واحده ما قبلوش على التانيه. تسلم يا اخويا.